احنا عندنا المحاضرة السادسة اللي هي Reflection and Refraction at Spherical Surface. Spherical Surface الانعكاس والانكسار على السطوح الكروية، هاي مو عدسات، هاي سطوح. ركزوا، Spherical Surface سطوح فقط وليست عدسات. هنا انا خلي تميزوها على من العدسات قبل نسيتوها يعني سابقا، انه عندنا هذا الحالات، هاي اول حالات عندنا، هذا عندنا الكونفكس ويا اتجاه الضوء، ناخذ كنا تتذكرون قلت لكم تاخذ الضوء من اليسار نحو اليمين، اتجاه الضوء دائما ناخذه من جهة اليسار نحو اليمين، من هنا الضوء بهالاتجاه، هاي دائما اتجاه الضوء، فهذا باتجاه الضوء كونفكس سيرفيس، كونفكس سيرفيس هاي الحالتين. اذا انطلقت الاشعة من جسم في الفوكل بوينت، اذا الاشعة انطلقت من جسم موضوع بالفوكل بوينت، بعد الانكسار سوف تكون الاشعة، طبعا الاشعة تنطلق تسقط على الكونفكس سيرفيس السطح المحدب، بعد الانكسار تمشي الاشعة متوازية للمحور الرئيسي. المسافة من الاف كابيتال الى السطح الى نقطة السطح، هنا هاي المسافة يسمونها فوكل لينت، البرايمري فوكل لينت، هذا برايمري فوكل بوينت، برايمري فوكل لينت. هذا من هنا من السطح هذا الخط الى السي، مركز التكون يسمونه راديوس مال السطح، هذا الخط من مركز التكون الى السطح يسمونه راديوس، هذا نصف قطر التكون السطح. من الاف الى السطح الفوكل بوينت، فوكل لينت، البعد البؤري الاولي للسطح. اذا اجت اشعه موازيه للمحور الاساسي بعد الانكسار سوف تتجمع في السكندري فوكال بوينت، الاف داش سكندري فوكال بوينت، واضح. وايضا المسافه من السطح الى سكندري فوكال بوينت يسموه سكندري فوكال لينت، اف سمول داش، اف سمول داش، وضحت. هذا برايمري فوكال بوينت، برايمري فوكال لينت، سكندري فوكال بوينت، سكندري فوكال لينت. والنقطه هاي المسافة الرادياس، هاي نصف القطر المسافة من السطح إلى مركز التكون، هذا كونفكس. نيجي ناخذ نسخة الكونكيف، هذا كونكيف سطح المقعر أمام اتجاه الضوء، اتجاه الضوء من اليسار إلى اليمين. إذا سقطت أشعة موازية للمحور الأساسي بعد الانكسار سوف تتشتت هاي الأشعة. ناخذ الامتدادات مالتها كلها تحت تقاطع في النقطه هي السكندري فوكال بوينت اللي هاي هنا، هاي عكس الاولى، الكونكيف عكس الكونفكس، فالاف داش هي سكندري فوكال بوينت اللي والمسافه من هنا الى السطح يسوونه سكندري فوكال لينت الاف داش. اذا اجت اشعه مبعثره وسقطت على الكونكيف، كونكيف سيرفيس، طبعا بعد الانكسار سوف تكون موازية للمحور الاساسي، سوف تنكسر هاي الاشعة وتمشي موازية للمحور الاساسي. لو اخذنا امتداد السقوط سيكون بالبرايمري فوكال بوينت، البرايمري فوكال بوينت، والمسافة من السطح الى الاف هو الفوكال لينت. هاي اعتقد وضحت هسه المصطلحات الرئيسية. طبعا هو نفس هاي كل اللي حكيته. نيجي اهم نقاط كيف نحدد الاسام، الاشارات، جميع الاسام بعد كلش مهمة، convention of sign for distance، جميع الاسام ترسم with light traveling from left to right، دائما الاتجاه الضوء من left الى right بهذا الاتجاه، دائما الضوء من اليسار نحو اليمين. جميع الاسام object all object distance s، الاس هاي نورمز لبعد الجسم، الاس نورمز لبعد الجسم، تفرض موجب، تكون موجبه اذا كان الجسم موجود على left of the vertex، يعني تكون بعد الجسم s موجبه، تكون بعد الجسم موجبه اذا وضعت على يسار vertex على السطح، وتكون سالبه and negative when they measured with تقاس to the right surface، اذا وضعت جسم على يمين السطح، اذا وضع الجسم على يمين السطح يكون سالب، اذا الجسم على يسار السطح موجب، واضح. all image وجميع والصور، جميع الصور مسافات الصور تورمت في s داش، الاس بعد الجسم، s داش بعد الصور، ركزوا، s بعد الجسم، s داش بعد الصور.
جميع الصور تكون موجبة إذا تكون على يمين السطح، تقاس على يمين السطح موجبة، وتكون سالبة إذا كانت على يسار السطح، وتكون سالبة إذا كانت على يسار السطح. أوكي، هسه جميع الصور تكون موجبة إذا كانت على يمين السطح وسالبة إذا كانت على يسار السطح. الفوكال لينث تكون موجبة for convergent system، الأنظمة المجمعة اللي مثل convex تكون الفوكال لينث مالتها موجبة، ونيجاتيف للdivergent system السطوح المقعرة تكون إشارة الفوكال لينث مالتها سالبة. الفوكال لينث للسطوح المقعرة سالبة، والفوكال لينث للسطوح الموجبة السطوح convex المحدبة موجبة. فوكال لينث السطوح المحدبة موجبة، والفوكال لينث السطوح المقعرة سالبة. الأوبجكت والإيمج دايمنشن يعني أبعادها تكون موجبة إذا كانت فوق المحور الأساسي، الأجسام والصور إذا كان فوق المحور الأساسي، إذا كانت فوق المحور الأساسي موجبة، إذا كانت تحتها سالبة. السطوح الكونفكس المحدبة، السطوح الكونفكس المحدبة تكون راديوس مالتها موجب، السطوح المحدبة تكون الراديوس مالتها موجب، السطوح المقعرة تكون الراديوس مالتها سالبة.